انهينا مع الناخب الوطني والاكيد بعد العيد مش نحكيو برشا لانه مصلحه المنتخب ياسر يوسف فوق كل اعتبار. 12 افريل انطلاق الجامعة فتح باب الانتخابات للقائمات المترشحه، نحكي على قائمات اليوم طارق زياد المسيني قائمه، سي جلال القيا قائمه، سي ماهر بن عيسى قائمه، السيد واصف جليل كذلك قائمه، وممكن تظهر قائمه اخرى. تقريبا اربع قوائم ثابته اللي مش تدخل غمار السباق الانتخابي يوم 12 افريل القادم فتح باب الترشحات. تفضل طارق ليك الكلمه. هو شوف خالد، بعد الدعوة لجلسة 9 مارس وإلغائها بموجب قرار 24 فيفري صدر على المكتب الجامعي نظرا لسقوط كل القوائم، الناس كل كنا نستناو وقلنا بحكم القانون المكتب الجامعي هذا يصبح مكتب تسيير أعمال له الصلاحية القانونية وفق النظام الأساسي باش يسير الأعمال مع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية. قعدنا وقتها في الأجل، دعوة مباشرة، دعوة بعد 60 يوم، انتظار رأي الفيفا الوجوبي الاستشاري. بعد تمت بعد ما صارت المشاورات وتم تمديد المهام الإدارية للمكتب الجامعي ولجانه المستقلة وبالقانون ولجانه المستقلة، لأنه احنا نصيبوا المكتب الجامعي بركة، حتى لجانه المستقلة صح. اللي هي الهيئة المشرفة على الانتخابات واللجنة الوطنية للاستئناف اللي تنظر في الطعون الانتخابية وتنظر اليوم في الطعون المالية والتأديبية وخلاف ذلك إلى مدة على أن يقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية في أجل أقصاه. وقتاش كان 30 مايو، وقت اللي كان الدعوة في أجل أقصى 30 مايو، المكتب الجامعي تحرى الأمر واختار جلسة 11 مايو كجلسة عامة انتخابية لحلول مكتب جامعي جديد. هذا كانت القرارات الصادرة على المكتب الجامعي، ومن بعد بالطبيعة صدر البلاغ التوضيحي بتاع 2 أفريل اللي فيه الشروط القانونية لفتح باب الترشحات وغلق باب الترشحات اللي هو 12 أفريل إلى غاية السبت 20 أفريل بالنسبة للقائمات المزمع انتخابها لعضو رئاسة وعضوية المكتب الجامعي، والحد 29 أفريل بالنسبة للجان القضائية اللي نعاود نأكد عليها اللي هي راهي لجان مهمة في الجامعة التونسية لكرة القدم. وقت اللي نحكيه على استقلالية القرار القضائي في مشرف على الانتخابات واللجنة التأديب واللجنة الأخلاقيات واللجنة الاستئناف، لازم كيما عين الناخب اللي هو الجمعيات، كيما عين الناخب على القائمة اللي يحب يختارها لحسن إصلاح الرياضة، لازم يكون عنده عين أخرى لاختيار القائمة الأفضل لرئاسة وعضوية اللجان هذه اللي باش تحكم في القرارات القضائية اللي تسير الجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم البلاغ واضح، باش ننتظروا 12 أفريل لحد 20 أفريل وباش ننتظروا لحد 29 بالنسبة للقائمات. لكن هل أنه باش نقعدوا ننتظروا الدقيقة 95 و 94، يعني باش نقعدوا نستناو نهار 20 باش الناس تمشي تقدم القوائم نتاعها في آخر أجل وتصحيح الآجال وتصحيح الإجراءات وفق القانون، وإلا على الأقل تعلموا من الدروس، وإلا على الأقل قبل ما نتعلموا من الدروس، أنا رأيي أنه لازم يكون ثم تصريح نية بالترشح، هذا معمول به في كل الترشحات السياسية السلطوية والرياضية. أنا ما عندي 12 أفريل إذا كان أنا ماشي لرئاسة المكتب الجامعي اللعبة الشعبية الأولى وماشي بغاية إصلاحية وتنموية وازدهار كرة القدم، ما نعتقدش أني أنا باش نقعد نلوج على القائمة متاعي نهار 11 نتفق معها نهار 12 نكونوا ملفنا نهار 15 ونصبوه نهار 20. احترام الكرسي يقتضي أنه القائمة تكون موجود، يقتضي أنه التصريح بنية الترشح. علاش لا؟ نجم يقول لي أنت كرجل القانون كيفاش تحكي على تصريح بنية الترشح؟ أي نحكي على تصريح بنية الترشح لكسب ثقة الناخب. علاش نقعد نستنى فيك أنا نهار 19 ونهار 20 باش نعرفك أنت شنو القائمة؟ وين لعبة الكواليس؟ تتطلب هكاكا، تتطلب هكاكا يا طارق. ثم بعض الكلمات اللي أنا ما نقبلهاش موجودة يا خويا. سئلت في مرة قالوا لي راهو العامل الاتصالي يقتضي المفاجأة، قلت له يعني أنا كي باش يقدم نهار 20 في دقيقة 90 باش نتفاجأ نقول والله نصوت السفاريد؟ هنا نصوت القائمة اللي عندها إعلان نوايا ترشحية، نصوت للقائمة اللي راها اللي هي تعرف بعضها من قبل، مش عارفوا بعضها من نهار 11 ولا نهار 10 ولا نهار 30. إذا كان قائمة ما نحسش فيها سي عبد الباقي اللي تعرف بعضها وخدمت مع بعضها وتجاورت مع بعضها في المهام الإدارية، باش يعرفوا بعضهم في المكتب الجامعي، باش يعرفوا بعضهم وقت يخدموا مع بعضهم، هذا لازم نقولوه من اليوم، لازمك تحس في القائمة أنها قادرة على العمل المشترك وخدمت مع بعضها قبل. هذاك علاش أنا قلت صحيح فتح باب الترشحات 12 فبراير، غلق نهار 20 بالنسبة للرئاسة وعضوية المكتب الجامعي، ماذا بينا لو كان ما نكونوش في دقيقة 94، وماذا بينا لو كان نكونوا في تصريح نوايا نتاع ناس باش تترشح حتى قبل نهار 12 باش يكون ثم ثقة في الناس اللي ماشية لكيما قالوا إعادة هيكلة الرياضة التونسية.